الحالة اللي هنشوفها دي دايما بقول الحالات النادرة في المتاعب الصحية اللي هي الناس فيها بتبقى في حالة جحيم. ليه؟ يعني الأمراض اللي علاجها واضح حتى لو كانت يعني مزمنة، وحتى لو كانت من الأمراض المستعصية الصعبة جدا، لكن أهو لها علاج والناس بتبقى عارفة تعمل إيه. لكن المشكلة في الحالات النادرة جدا، الحالات المجهولة اللي الناس حتى بتبقى مش عارفة تتعامل إيه. لما تشوفوا الفتاة دي من متحدي الإعاقة و38 سنة ولكنها لا تستطيع أن تعيش إلا على لبن الأطفال، تخيلوا. طبعا الأب بينفق يعني أموالا طائلة، يعني بتوصل ل7000 جنيه على إنه يجيب لها لبن الأطفال، لأن هي حالة نادرة جدا. يعني كيف يمكن أن نساعدها؟ كيف يمكن أن نمد إليها أيادي العون، سواء أطباء، سواء فاعلي خير، سواء مؤسسات دولة، سواء جمعيات إنسانية أو خيرية؟ يعني هذه الفتاة تنتظر إلى الأيادي التي يمكن أن تمتد إليها لتساعدها. عندها شلل الرباعي والمخ متخلف تخليف على السيف، لا تعرف أم ولا أب ولا غير طعم اللبن وشكل البزاز. إيمان تبلغ من العمر 38 عاما، لكنها في الحقيقة رضيعة، لا تتغذى إلا على لبن الأطفال والذي يكلف أهلها البسطاء 7000 جنيه شهريا. عمرها ما شربت مية ولا كانت حاجة، مالها الزور خرم في الزور، ما ينزلش غير اللبن. رحت القسم الطبي قالوا احنا حالة البت لا تستدعي بعلاج من أولوية وخطرة، أروح فين؟ هدي بتكم هنجيب الناس نروح نشحت بيها، نقول للناس اديني نجيب علبتين لبن في اليوم والعلبة 400 جرام واروح فين انا؟ اللبن موجود دلوقتي؟ موجود في كل حته ب 137. مش طالبين فلوس من حد، احنا طالبين اللبن، ان البت لو ما خدتش لبن وعيطت الساعة تبص تلاقي الدموع تنزل، لما نجربوها على المستشفيات بنزيف ارتجاح من المخ والنزيف. طب انا هعمل ايه؟